اليوم ان شاء الله غادي نديرو معكم واحد الكراس كيجيو خفاف مزيانين نكوتيه الفطور. اول حاجه غادي نديرو بيضه، غادي نعزلو الصفار ديالها على البيض ديالها. الصفار يعني الصفار كنحتفظ به باش ندهن به هذاك الكراس، والبيض كنديرو يعني في واحد الجبناكه كبيره، كنزيد عليها كاس ديال سنيده وكنخلط. من الافضل نخلط بيديا باش هذيك السنيده تذوب مزيان، يعني كنبقى نورك بها مع داك البياض حتى كيمتزج لينا البياض مع سنيده، وكنحس بان السنيده ما كتبقاش حرشه. انتما كيف ما كتشوفوا يعني كتولي رطبه، بقاش كاين السنيده، كنحسب سنيده ذابت. وبعد كنزيدو كاس ديال العنبه ديال الزيت مع يعني التحريك، كنبقى نحرك كنخلط بيديا افضل. وكنزيدو جوج معالق ديال الخميره ديال الخبز، خميره حبوب دائما مع التحريك اولا مع التخلاط، حيت كنخلط بيدي دونك اسمي التخلاط. وكنديرو هنا كتلاحظوا كنزيد جوج كيسان ديال الحليب دائما عبر ديال الكاس ديال العنب، ودائما كنخلط ونعجن بيدي مزيان. من بعد عاد كنبدا ندخل الدقيق، بطبيعه الحال الدقيق هنا راه مغربل، كنزيدو كندخلو بشويه بشويه. ومن بعد كنزيد تقريبا شي نص باكيه ديال الخميره ديال الحلوى. الدقيق عندنا مقدار ديال شي نص كيلو، المهم يعني كنزيد بشويه بشويه، ما كن يعني كندخلوش دقه واحده، كنعجنها هكذا كيف ما كتشوفوا. بعد كنحصل على واحد العجينه رطبه وما كتب يعني كتكون كتلصق. اذا هنايا في هذا الحال لقيتها هنايا، بعد ما خليتها شويه المهم جمعنا العجينه، كنصنعوا منها كويرات هكا وكنخليهم يعني يخمروا. ومن بعد كندير لهم بهذاك الصفار البيض، الصفار البيضه اللي خليت مرة الاولى كيف ما كتلاحظوا. انتما كتشوفوا الكميه اللي خرجت، يعني كيخرج لنا واحد العدد لا باس به من الكراسات اللي دير ليها دير لك الكوتي والفطور ان شاء الله. بعد طبيعة الحال كنرشوها بزنجلان، سواء زنجل الحمر او الابيض يعني اللي متوفر عندكم في الدار نقدر نستعملو. ومن بعد كناخد مقص وكنضربها بهاد الطريقة هادي، كنشكل بحال زائد. هاد الطريقه هادي كتخليهم كيجيو مفكعين، يعني في الطياب كيجيو طالعين ومفكعين بحال شكل ديال الخبز. وهنا في الوسط ديال هذيك يعني الفتحه ديال زائد كندير الفاني، صاشي تاع الفاني يعني راه كافيه كتديري هكاك من الوسط. ومن بعد طبيعه الحال ما كيخمروا كندخلوا الفران كيف ما كتلاحظوا، هذه هي النتيجه النهائيه، كيجيو رطبين ومفشفشين.